السلام عليكم ورحمة الله، مع حضراتكم دكتور إسلام نبيل طالع معاكم. هنتكلم دلوقتي مع بعض عن تريك كده هنعملها كلينيكال مع بعض، فنقدر نستفيد بيها ونقدر نطبقها بكل بساطة علشان خاطر برضو استجابة لطلب أحد متابعينا الكرام، وإن شاء الله دايما نكون متجاوبين ومتفاعلين مع حضراتكم، ودايما زي ما احنا اتفقنا أسئلة حضراتكم مرحب بيها، بس يعني أستسمحكم عذرا تعذرونا في موضوع التأخير والوقت، بس يعني إن شاء الله بنعمل تنسيق كده للمتطلبات بتاعتنا، فإن شاء الله يعني يكون في تواصل مع حضراتكم، بس يعني موضوع الوقت فبنستسمحكم تعذرونا فيه. اوكي، بالنسبة لموضوع احنا بس عايزين نعمل تريك كده لطيفة مع بعض. اوكي، ويا ريت بس يا شباب اللي يدخل بس يقول لي الصوت تمام والصورة علشان خاطر نقدر نتجاوب مع بعض بشكل جيد، واتمنى ان يقدر دلوقتي يكون عنده ادوات. احنا بس التريك اللي احنا هنعملها النهارده هنعملها بالماثيو والليجيتشر والباور تشين، يعني احنا هنستخدم النهارده الماثيو. اوكي، لو احنا مش عندنا الماثيو الصوت ليه بس الصوت كده كويس، يا ريت يا شباب اللي متابع معانا يقول لنا الصوت كويس ولا عند الدكتور بس ان الصوت فيه مشكلة. طيب اوكي، الحمد لله الحمد لله، طيب الحمد لله. طيب اتمنى بس اللي حضراتكم عنده ادوات يكون متاح عنده دلوقتي يقدر ينفذ التريك دي معانا، هيبقى الموضوع ألذ جدا جدا. اللي احنا هنستخدمه النهارده مع بعض هو الماثيو. اوكي، ماي لافلي اورثودونتيك انسترومنت، يعني انا الاداه دي انا بحبها جدا، الماثيو ده بالنسبه لي يعني صديقي الصدوق، يعني انا بحبه جدا. والليجيتشر واير، الليجيتشر واير، وطبعا احنا عارفين ان الليجيتشر واير فيه سايزز كتير جدا، فيه مقاسات كتير، السايز اللي انا بفضل ان انا استخدمه اللي هو 0.010، ده مقاس 10، في مقاسات اصغر من كده، في مقاسات اكبر من كده، مش عارف اذا كانت هتبقى متوفره ولا لا، بس المقاس ده بالنسبه لي لطيف، انا بقدر اعمل بيه تريكس كتير جدا. اوكي، وهقول لكم استخداماته اللي انا شخصيا بستخدمها، ممكن حضراتكم يكون عندكم حاجات اضافيه او تستفيدوا بالتفاعل مع بعض. والباور تشين احنا كنا عملنا قبل كده فيديو عن الباور تشين وكان ساعتين، يعني اتمنى ان هو يعني يكون عجب حضراتكم، واتمنى الناس اللي ما اتفرجوش عليه يرجعوا له. الباور تشين الفيديو بتاعها كان لطيف، واتكلمنا باستفاضه جدا عن الموضوع، ولو ليكم اي اسئله فيه برضو على الرحب والسعه. طيب هنقول كده سريعا كده مع بعض لحد ما الناس تدخل، ولو ليها اي اسئله برضو اهلا وسهلا. الماثيو ده انا بقدر اعمل بيه شغل كتير جدا، وانا بحبه جدا يعني على المستوى الشخصي، اقدر ان انا امسك بيه الواير، اقدر احطه في البراكت سلوتس وفي التيوب براحتي جدا، اقدر ان انا اعمل بيه بند باك لو انا شغال بوايرات استلستيل، لو انا شغال بوايرات استلستيل اقدر امسك الواير من الاخر في اخر الواير بعد اخر تيوب، واقدر اعمل بند باك براحتي. اوكي، فاقدر ان انا استخدمه استخدامات كتير جدا، ومعظم حالات التقويم يعني يمكن بس الحالات الأرثوبيدك هي اللي مش بستخدم فيها الماثيو، فده بالنسبه لي حد اساسي جدا على الأرثودونتيك تيبل وانا شغال، يعني انا دلوقتي وانا شغال لازم ده موجود بالنسبه لي، يعني مع كل حاله انا بستخدمها، حتى لو حاله فولو اب هبص عليها بس او هتشيك الهايجين، لازم ده موجود، هعمل بيه اي حاجه. اوكي، ده بالنسبه لي هغير بيه القطاي، هحط بيه الواير زي ما اتفقنا هنعمل بيه بنز. عايز اقول لكم يعني ومش عايزكم تتفاجئوا ان انا ممكن اعمل بيه لوبس كمان، بعض الاحيان مثلا بيكون عندي البيرد بيك او النانس او اللوب انسترومنت اللي انا بستخدمها عشان اعمل بيها اللوب او اللوب فورمرز عموما تكون في التعقيم او حاجه، فانا ممكن جدا بكل بساطه اقدر ان انا استخدم الماثيو ده اعمل بيه بعض اللوبس، فانا بالنسبه لي ده حد لذيذ جدا. يعني احنا عايزين بقى ندخل في تريك اللي احنا عايزين نعملها مع بعض النهارده، يعني احنا عندنا كذا حاجه ممكن نتكلم فيها مع بعض. خلينا الاول نتكلم عن جزء مهم جدا، لان في احد زملائي بعض الدكاتره وهي دكتوره يعني سالتنا عن الموضوع، اعتقد امبارح كان في احد الزملاء سالنا عن الموضوع، موضوع ان احنا ازاي نقدر نعمل الفيكسد ريتينر. الاول احنا هنتكلم عن الفيكسد ريتينر، وهنتكلم عن التاي باك والليس باك هنتكلم عنه.
موضوع الفيكسد ريتينر، اوكي، هل ان انا اقدر استخدم اللي جيتشر واير علشان اعمل بيه فيكسد ريتينر؟ ايوه طبعا بكل بساطه، يعني انا مش لازم ادور على واير يكون ديد سوفت او سوفت فليكس، او ادور على واير وممكن ما الاقيهوش، ولو لقيته ممكن الاقيه غالي. فانا اقدر ان انا اعمل الفيكسد ريتينر، الواير بتاع الفيكسد ريتينر اقدر اعمله بكل بساطه من الليجيتشر، اوكي. لو عندي قطعه بالشكل ده، حتى ممكن تكون قطعه زياده، اوكي، عندي بالشكل ده، تمام. ابدا ان انا الواير اتنيه، يعني ابدا الواير اتنيه اخليه دبل بالشكل ده، اوكي، واضح بالنسبه لحضراتكم. وببدا امسكه بالشكل ده، تمام، واضح، وابدا اتنيه من جنب، وابدا ان انا اعمل له تويست بالشكل ده، ابدا اعمل تويست للواير، انا عامله دبل، عامله اتنين يعني، وابدا اعمل تويست لحد ما في الاخر هيعمل لي واير شبيه جدا بالوايرات الديد سوفت بتاعت الفيكسد ريتينر، اوكي. فانا بكل بساطه اقدر اعمل ده في العياده عندي، مش لازم ان انا ابعت اشتري واير علشان اعمل بيه الفيكسد ريتينر. طيب، في برضو تركه مهمه جدا. لو فرضنا ان حضرتك، انا دلوقتي بستخدم الواير ده، طب لو فرضنا ان حضرتك عندك واير لجيتشر واير، اقصد يعني ستانلس ستيل لجيتشر واير، بس واير يكون اتقل، لو اتقل تقدر تعمل بيه فيكسد ريتينر؟ ايوه برضو ما عندكش مشكله، ما فيش اي مشاكل. لو انت بدأ، انا دلوقتي انا بستخدم رقم 10 اللي هو 0.010 انش، اللي هو ربع مليمتر. لو انت مثلا فرضنا ان عندك مقاس 12، تقدر برضو تستخدمه، ما فيش اي مشاكل، تقدر تعمله دبل وتعمله تويست زي ما حضرتك شفت بالشكل ده، لحد ما في الاخر هيدي لك الشكل التويستد بالشكل ده، تقدر تستخدمه از فيكسد ريتينر، ما عندكش اي مشكله، خلاص تقدر تعقمه وتستخدمه از فيكسد ريتينر. طب لو فرضنا ان حضرتك عندك مقاس اقل، لو عندك مثلا مقاس 8 مش مقاس 10، اوكي، فانت تقدر بدل ما احنا عاملينه دبل تقدر تعمله أربعة، يعني أنت بدل ما إحنا عندنا طرفين بس من اللي جيتشر واير، تقدر تحط أربع أطراف، يعني إحنا بدل ما حضرتك عامله بالشكل ده يبقى بالشكل ده، بس هيبقى متني من البداية قبل ما تعمل له تويست، مش تعمل تويست الاتنين وبعدها تعمل تويست الاتنين وبعدين تعمل لهم تويست مع بعض، لا كده هيبقى زايد قوي وهيبقى تخين، هيضايق البيشنت، هيبقى ثيك جدا لدرجة إن هو هيعاكس البيشنت، لأن إحنا بنحطه في اللينجوال أسبكت فهيعاكس اللسان، أوكي، فإحنا مش عايزين نعمله سميك لدرجة إن هو يضايق البيشنت، أوكي. فإحنا دلوقتي ممكن نعمله دبل بالشكل ده، تمام، ممكن نقدر نعمله تريبل، او حتى نقدر نحطه اربعه لو كان الواير اللي انت بتستخدمه السايز بتاعه رفيع، خلاص، يعني بدل ما كان مثلا انا هنا بستخدم مقاس 10، لو حضرتك مثلا بتستخدم مقاس 8 تقدر تعمل اربع وايرات وتقدر تعمل له تويست بالشكل اللي احنا عملناه ده مع بعض، وبكل بساطه تقدر تستخدمه از فيكسد ريتينر، ما عندكش اي مشكله، تقدر تستخدمه في نهايه العلاج، ما فيش اي مشاكل. طبعا يعني حضراتكم ادرى مني بموضوع الفيكسد ريتينر، فاحنا بنعمل اتشنج للسيرفس كويس، وبعدها بنعمل كليننج، وبعدها بنعمل الواشنج يعني بتاعنا كويس، وبعدها بنعمل دراينج، وبعد كده نحط البوند، وبعدين كيورنج، وبعد كده نحط فلوبل كومبوزيت ونحط الواير في مكانه. انا بحب وبفضل ان انا اعمل سنتين سنتين، مش بحب ان انا اعمل السكس انتيريور مره واحده، يعني انا بحب ان انا اخدها سيجمنتد كده سنتين سنتين، وبستخدم الفلوس الخيط بتاع الاسنان، وممكن ان انا بحط لكم الموضوع في فيديو بعد كده لو حضراتكم طلبتوه يعني، اوكي. ده بالنسبه لموضوع الفيكسد ريتينر، وهو موضوع سهل جدا وزي ما اتفقنا رخيص وموجود في عياداتنا نقدر نستخدمه. اللي جيتشر واير احنا زي ما احنا عارفين نقدر نستخدمه كمان في الليجيشن، نقدر نمسك بيه الواير في مكانه، ان احنا بدل ما احنا نقدر نستخدم الاوتاي، بدل ما بنستخدم الاوتاي اللي احنا بنحطها على البراكت، نقدر نستخدمه في الليجيشن، ان احنا نقدر نستخدم الجيتشر واير نعمل بيه ليجيشن للواير في مكانه، خلاص، ده الارش واير اقصد يعني. طيب، في عندنا تريك اخرى نقدر نعملها برضو بالجيتشر واير، هي الليس باك، خلاص، والبند التاي باك، الليس باك والتاي باك، اوكي، عايزين نشرحه مع بعض علشان احد الزملاء سألنا في الموضوع ده، عايزين نعمله مع بعض.
تمام. الليس باك احنا بكل بساطه نقدر نعمل الفيجر اوف 8، نقدر نستخدم الليجيتشر واير نعمل بيه فيجر اوف 8 حوالين الاسنان اللي احنا عايزين نعمل عليها الليس باك. وغالبا احنا لما بنيجي بنعمل الليس باك بنبقى عايزين نحرك الكناين، وممكن نقدر نحرك بيه بريمولر، نقدر نحرك بيه اي سنه زي ما احنا عايزين، بس طبعا في الغالب اللي احنا بنحرك بيه او بنعمل بيه ليس باك بنعمل للكناين. لو عندي مثلا حاله فيها كراودنج، لو عندي حاله فيها ازدحام للاسنان وانا خالع مثلا سي الفور مثلا وعايز اعمل دي كراودنج، عايز ان انا ابدا افك الازدحام ده، فببدا ان انا اعمل ليس باك للكناين، الكناين ده بسحبه للخلف فيفك لي الزحمه عن الاسنان الاماميه. بنقدر نعمله ازاي؟ احنا بنعمله بشكل فيجر اوف 8. ثانيه واحده هحاول ان انا اوريه كمان لحضراتكم كلينيكال على الموديل اوكي علشان تكونوا شايفينه. ميزه الليس باك ان انا اقدر اعملها على وايرات خفيفه من بدايه العلاج، ودي نقطة مهمة، وبعض الدكاترة شوية بيقلق من الموضوع ده، لكن الكلام ده مثبت علميا اكوردنج لماكلاجلين وبينيت وتريفيزي. الكلام ده مثبت علميا ما فيهوش اي مشكلة، طالما احنا بنشتغل لايت فورسز ما بيبقاش عندنا اي مشكلة ان احنا نقدر نعمل ليس باك من بداية العلاج، لو زي ما احنا اتفقنا الحالة فيها كراودنج واحنا عايزين نعمل دي كراودنج، او كمان لو انا خايف ان الكناين ياثر لي ويعمل بروكلينيشن في الاسنان الاماميه، فانا ببقى عايز اعمل موفمنت تكاونتر اكت المشكله دي. اوكي طيب خلينا نعمله مع بعض. بنيجي عند الكناين اوكي بالشكل ده، هنبدا نحط الليجيتشر اوكي واضح واضح بالنسبة لحضراتكم، وبعدها هنعمل الفيجر اوف 8 وهنعدي على البريمولرز بالشكل ده اوكي، هنعدي بالطرف الاولاني لحد ما هنروح للتيوب. غالبا غالبا احنا بنبدأ من الخلف، يعني احنا لما بنيجي نعمل الليس باك انا بس بوريه لحضراتكم احنا بنبدا من الخلف ما بنبداش من الامام. يعني خليني اعمله مع حضراتكم بقى ان احنا دلوقتي معانا البيشنت بالشكل ده اوكي، هنروح للهوك بتاع التيوب اوكي، وهنمشي زجزاج انتيريور لحد ما اوصل للهوك بتاع الكناين. خلاص ده بالنسبة للطرف الأول ماشي الحال واضح تمام. طيب هنروح دلوقتي بالطرف الثاني بالشكل ده اها واضح كده يا شباب، وبعدها الطرفين دول بنبدأ نمسكهم بالماثيو اوكي واضح، وابدأ اعمل تويست بالشكل ده لحد ما اوصل لاول تاتش ما بين الواير اللي انا بعمل تويست عليه بالشكل ده، وابدا اقرط شويه جامد. بس خلي بالك يعني انت لو فضلت مستمر انك انت عمال تقرط على الواير ممكن في الاخر الواير نفسه يتقطع خلاص، فاحنا عايزين نعمل بس اكتيفيشن، خاصه ان احنا دلوقتي زي ما انا كنت لسه بشرح لحضراتكم الحاله مثلا احنا خلعين الفور، فالكناين عنده سبيس ان هو يتحرك الى الخلف اوكي، فانا بس بديله اتجاه للحركه، انا بديله فورس من الامام علشان يتحرك ناحيه السبيس اللي ورا، فيحصل ما يسمى بالدي كراودنج ان هو يفك الازدحام عن الاسنان الاماميه. يبقى انا بدات من الخلف زي ما احنا اتفقنا، وبدانا من الهوك بتاع البوستيريور مولر بتاع التيوب، ونزلنا فيجر اوف 8 فيجر اوف 8 لحد ما مشينا بالشكل ده لحد ما وصلنا للكناين اوكي. ده الكلام ده تحت الواير، تحت
المين ارش واير او تحت الارش واير اللي انت شغال بيه. خلي بالك انا هنا شايل الواير، شايل الواير وشغال على الاسنان براحتي، وبعدها ببدا ان انا اقص الواير الزياده ده، اقص الليجيتشر واير الزياده واتنيه واسيبه بالشكل ده، وارجع تاني احط الواير بتاعي اللي انا شغال عليه، ما عنديش فيه اي مشكله. حتى لو فرضنا ان حضرتك حاطط واير 12 مفيش اي مشاكل، لو حط واير 12 نيتاي ما عندكش اي مشكله انك انت هتحطه فوق الليجيتشر واير بالشكل ده، ما عندكش اي مشكله. فانت الليس باك بتعملها تحت الارش واير، تحت الواير اللي انت شغال بيه حتى في الليفلنج من بدايه العلاج. فانت بتعمل الليس باك ده علشان يبدا الكناين يرحل الى الخلف ويحصل الدي كراوندنج علشان يوسع السبيس للاسنان الاماميه، وبكده يبقى انت هتوفر على نفسك وقت. وكمان انت مش بس لو انت عايز تعمل دي كراوندنج، حتى لو انت عايز تعمل السبيس كلوجر ده، كونك انت بترجع الكناين لوحده ده اقل حملا على الانكورج ورا. يعني لو انت مثلا عايز تحرك الاسنان الكناين الاول ثم الاسنان الاماميه علشان تقلل الحمل على الانكورج يونت، علشان الاسنان او الضروس الخلفيه ما تتحركش الى الامام، فتقدر تعمل الليس باك ده، ففي حد ذاته هيفيدك جدا جدا، وتقدر تستخدمه من دي 1 ما عندكش فيه اي مشكله وما تقلقش منه خالص خالص. وبتحطه تحت زي ما اتفقنا، تحت الارش واير، تحت المين ارش واير مش فوق. اوكي، ده بالنسبه لليس باك، ودي الطريقه بتاعته زي ما احنا اتفقنا. وبنعمل الفيجر اوف 8 ده علشان تحت وفوق كل سنه بالشكل ده زي ما وريته لحضراتكم وعملناه سوا مع بعض. اوكي، وبنبدا في كل زياره، يعني مثلا فرضنا الحاله بتشرفنا كل 3 اسابيع او كل شهر، كل شهر بس حضرتك بتقرط شويه زياده، بيكون الكناين اتحرك لورا شويه، فبنقرط شويه زياده على الليجيتشر واير اللي انا عامله على الليس باك بالشكل ده. فبنيجي هنا كل الاكتيفيشن اللي حضرتك بتعمله، بتمسك الجزء اللي حضرتك سايبه من الواير اللي انت كنت تانيه وتبدا تعمل اكتيفيشن شويه، تلف لفه لفتين ثلاثه ماكسيمم على قدر المسافه اللي الكناين اتحركها الى الخلف. بتلاقي ساعتها ان الواير بدا يبقى سايب شويه، بيديلك الامكانيه ان انت تعمل تويست تاني علشان تعمل اكتيفيشن ويكمل الكناين ليس باك الى الخلف ويكمل الحركه بتاعته. اوكي، يبقى ده بالنسبه لموضوع الليس باك. طيب، في برضه بعض الدكاتره الكرام اللي متابعينا كان سال عن التاي باك. انت دلوقتي احنا واحنا عاملين الليس باك ده احنا مستخدمين ايه؟ استخدمنا ليجيتشر واير، رايت؟ احنا استخدمنا ليجيتشر واير، فانت تقدر تستخدم بدل ما انت عايز تستخدم ليجيتشر واير بس، نقدر كمان نعمل اكتيفيشن ان احنا نستخدم اوتاي معاه، نقدر نستخدم اوتاي معاه. فاحنا بدل مثلا ما هنشد بليجيتشر واير بس، لا، نقدر نستخدم الاوتاي او حتى تاخد حلقه واحده من الباور تشين او حلقتين ايهما زي ما انت عايز بالشكل ده، وتقدر تعمل الاكتيفيشن بتاعك. اوكي، بالشكل ده. فانا بضيف بس حلقه من الاستوميريك تشين بالشكل ده، سواء كانت قطاي او باور تشين، علشان بدل ما انا بشد بالليجيتشر بس، لا، انا بضيف الاستوميريك دي علشان تعمل لي اكتيفيشن، وابدا ان انا ممكن تساعدني ان انا اعمل سبيس كلوجر. سهل جدا، ميزتها ان هي هايجينيك. يعني ايه هايجينيك؟ يعني ما بتعملش بكتيريال كولونايزيشن وما بتعملش فود اكيوميليشن، مش هتجمع اكل وبكتيريا حوالين. لو انا استخدمت باور تشين حته كبيره جدا بالشكل ده، من مشاكلها ان هي بتعمل الاريتيشن للجم، ولو حد كمان عنده الرجي من الاستوميركس هتبقى مشكله. اضافه لده ان انت هتعمل احتكاك للجم، هتعمل فود اكيوميليشن زي ما اتكلمنا، وهتعمل بلاك كولونايزيشن، ودي مشكله. اوكي، فاحنا لو كل ما هنقلل الباور تشين اللي احنا مستخدمها او الاستوميريك برودكتس اللي احنا مستخدمها، ده في حد ذاته هايجينيك اكتر. اوكي، علشان برضو بس الناس تبقى فاهمه، طب ليه انا ما استخدمش باور تشين بس؟ اقدر يا فندم، ما عنديش اي مشاكل، هي بس الفكره ان حضرتك يبقى عندك طرق كتير، يبقى عندك طرق كتير ان انت تقدر تستخدمها وتقدر تشتغل بيها. لكن ده ما يمنعش ان حضرتك تقدر تستخدم باور تشين، تقدر تستخدم الكلوزد كويل، تقدر تستخدم اي وسيله من وسائل ان انت تعمل بيها فورس ابلكيشن، ما عندكش اي مشكله. خلاص، علشان بس الموضوع
يبقى واضح. في تريكة برضو عايز اشرحها لحضراتكم بالباور تشين اخيرا، وبعد كده هنشوف لو في اي سؤال انا معاكم على الرحب والسعه. طيب احنا لو عندنا باور تشين بالشكل ده، انا عايز ان انا استخدمها في شد مثلا هاي كيناين، يعني ناب عالي او سنه بعيد. انا عايز استخدم الباور تشين علشان اجيب السنه العاليه دي، وعايز ان انا اعتمد على الواير، او عايز اعتمد على الارش واير نفسه، مش عايز اعتمد على سنه معينه. يعني عايز اخد انكورج من السنان كلها، ويفضل طبعا ان الواير يبقى واير قوي، يفضل ان هو يكون واير قوي مش وايرات رفيعه نايتاي زي اللي انا ماسكه ده. اوكي، فانا اقدر اعمل التريك دي ازاي؟ هقول لحضراتكم بكل بساطه بالشكل ده. خلاص هنيجي للماثيو، هنيجي للماثيو هنقفله، هنقفله كده اوكي، وهندخله في اول تشين، في اول حلقه من التشين بالشكل ده. اوكي خلاص، عشان بس الناس تبقى فاهمه وشايفه الموضوع بيتم ازاي. خلاص انا دخلته في اول حلقه بالشكل ده، وبفتح الماثيو تاني، وبفتح الماثيو تاني، وباخد باقي اهو بالشكل ده. اوكي عشان بس الناس تبقى شايفه، لو حد معاه الادوات وبيجرب معايا دلوقتي بالشكل ده، وبمسك الطرف الاخر من الباور تشين اوكي بالشكل ده. خلاص ماشي واضحه، واقدر اسحب براحتي. طب هل الكلام ده، الكلام ده انا بعمله وبيكون الواير في النص، يعني انا بعمل التريك دي وبيكون الواير في النص، يعني انا بعملها حول الواير، يعني انا هنا انا بفترض ان الواير ماشي وانا كده بقطعه، يعني انا بمسك الواير نفسه وبعدها بعدي الجزء اللي انا كنت ماسكه بالشكل ده اوكي، علشان هيعمل لي العقدة اللي في الاخر. العقدة دي هتمسك لي المين ارش واير اللي انا كنت شغال بيه ازاي؟ بالشكل ده. خلاص هنفترض دلوقتي ان ده مع بعض ده المين ارش واير. خلاص خليني اقربها لكم اوكي، هنفترض ان ده المين ارش واير، ودلوقتي بقى عندي جزء من الواير طالع بإلاستوميريك، فيقدر يعمل لي تراكشن لأي سنة بعيد. ممكن أعمل تراكشن على أي سنة بعيد، ممكن يكون هاي كيناين، ممكن يكون سنة روتيتد، سنة ديسبليست بالشكل ده. خلاص وأبقى أنا دلوقتي أنا باخد الأنكورج من الواير كله بالشكل ده. خلاص أقدر أعملها وأقدر أطبقها براحتي خالص في أي مكان، علشان أي سنة ديسبليست أقدر أعمل التريك دي، ما عنديش اي مشكله. خلاص اقدر ان انا استخدمها في انتروجن مثلا، لو انا عايز اعمل مولر انتروجن اقدر اعمل التركه دي على سكرو مثلا، واعمل بيه انتروجن من عند المولر او من عند الواير اللي انا بعمل بيه انتروجن، وهكذا. فانا يبقى عندي استخدامات كتير للتريك دي، هنعيدها تاني مع بعض سريعا. اوكي بندخل الماثيو اند بالشكل ده في اول حلقه اوكي، في اول رينجز بالشكل ده واضح اوكي، وبعد كده بنفتح الماثيو وناخد النهايه بتاعته بتاعت الباور تشين، وبعدين بطلع الزياده بالشكل ده، وبتعمل لي العقده واضح اوكي، اللي انا اقدر احطها على الارش واير بالشكل ده، واقدر اجيب اي سنه displaced عندي، ما عنديش اي مشكله اوكي. اي سنه displaced اقدر ان انا اسحبها براحتي خالص، ما عنديش اي مشكله. خلاص واقدر استخدمه استخدامات كتير بقى، اي سنه بعيده او اي فورس انت عايز تعملها وتخلي الانكورج بتاعك يبقى الواير، يبقى الفورس منقوله على الارش واير كله، ما عندكش مشكله. خلاص يبقى انت بتوزع الانكورج بتاعك، تقدر برضو تستخدمها مفيش اي مشاكل اوكي. ده بس بالنسبة للتريكس حبينا نعملها مع بعض علشان الناس يبقى الموضوع واضح بالنسبة لها. لو ليكم اي اسئلة تفضلوا، اهلا وسهلا، وان شاء الله دايما نبقى بنطلع مع بعض وهنعمل تريكس كتير مع بعض، وممكن نبقى نعمل واير بيندنج زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشاكل باذن الله. بس يعني زي ما اتفقنا
تعذروني شوية في موضوع الوقت، وإن شاء الله أي فيديوهات إحنا هنعملها هتلاقوها موجودة في القناة، أنا مش بمسح حاجة يعني، هتلاقوا الفيديوهات موجودة في القناة، وأنا ببقى سعيد دايما بمتابعة حضراتكم يعني. الحمد لله، صوت كان واضح. رمضان كريم، الله أكرم يا رب، كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما يا رب في خير وصحة وسعادة وأمان، وربنا يكرمنا ويعدي الفترة الراهنة دي على خير بإذن الله، والفترة اللي جاية بإذن الله تبقى أحسن من اللي فات. إيه هو أكسليدنت؟ حقيقة أنا مش عارف حضرتك تقصد إيه أو حضرتك تقصدي إيه، يا ريت لو السؤال يكون واضح. أهلا وسهلا، عشان أنا مش عارف حضرتك بتسأل عن إيه. لو في أي سؤال يا شباب أهلا وسهلا اتفضلوا، لو مفيش إن شاء الله هنختم ودايما هنتابع مع حضراتكم بإذن الله. أوكي، طيب في أي سؤال تحبوا تسألوا فيه؟ طيب أنا سعيد جدا أنا طلعت مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله دايما نتواصل مع بعض، وبإذن الله تواصلنا ده يكون بناء. لو ليكم أي سؤال تقدروا تسألوا أو تكتبوه في التعليقات، سواء هنا أو على صفحتي أو صفحة العيادة أو انستجرام، أهلا وسهلا بحضراتكم وأهلا وسهلا بأسئلتكم. وإن شاء الله هنعمل الفترة الجاية بإذن الله فيديوهات كتير، وهيبقى فيه تريكس كتير هنعملها مع بعض، ممكن نبقى نعملها كلينيكال أو هتلاقوها في صور وفيديوهات صغيرة كده، وإن شاء الله يبقى الموضوع واضح. استخدام واير 20 نايتاي، استخدام واير 20 نايتاي احنا نقدر نستخدمه في مراحل الليفلنج اند الاينمنت، وتقدر تستخدمه قبل واير 20 ستيل. يعني دائما بيفضل ان احنا لو عايزين نحرك الكناين مثلا حركه امنه، فاحنا بنفضل ان احنا نحركه على 20 ستيل او 18 ستيل. لو احنا عايزين نحط 20 ستيل، لو احنا شغالين ببريسز سلوت 22، فاحنا بنستخدم واير 20 ستيل، فقبله هنحط واير 20 ناي تاي، مفيش اي مشاكل. فاحنا لو بدأنا مثلا، لو فرضنا ان احنا بدأنا من الاقل واير 12 14 16 18، نقدر نحط 20. لو ال 20 متواجد ومتوفر نقدر نستخدمه، مفيش اي مشاكل. يعني انا نادرا ما كنت بشوفه، يعني هو موجود بس قليل شويه، زي مثلا سي الواير 16 في 16 ناي تاي، 0.016 باي 0.016 ناي تاي، ف انش طبعا، برضو ده من الوايرات القليله شويه خلاص. لكن هو استخدامه زي الوايرات الناي تاي العاديه، بنستخدمه في الليفلنج اند الاينمنت، وبيكمل معانا الالاينمنت علشان باذن الله الارش يبقى مظبوط ومرصوص بشكل حسن. لكن احنا زي ما اتفقنا بنستخدمه قبل الواير 20 ستيل علشان نوصل للواير اللي احنا هنحرك عليه الكيناين ونعمل عليه السبيس كلوجر بتاعنا انديفيديوال. اوكي تمام، انا هنتظر اسئله حضراتكم علشان بس احنا الوقت اتاخر شويه وعندنا لسه حاجات هنعملها، احنا في رمضان كل سنه وانتم طيبين. هنتظر اسئله حضراتكم، وباذن الله اي وقت باذن الله هيسمح هنطلع مع بعض وهنتكلم دايما سوا، وباذن الله انا سعيد بمتابعه حضراتكم، وان شاء الله يكون في بينا دايما تواصل بناء. اشوفكم دايما على خير، واتمنى لكم يا رب الصحه والعافيه والامان، وباذن الله تكونوا جميعا في احسن حال، وان شاء الله اشوفكم دايما بخير. كان معاكم دكتور اسلام نبيل، السلام عليكم.